أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وبين ما ورد من النهي عن تسمية المخلوق بالسيد؟ السيد أنا سيد ولد آدم، هذا من باب شكر الله عز وجل، من باب شكر الله، ولهذا قال ولا فخر. وأما السيد من باب المدح والإشادة فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، إذا كان هذا من باب المدح والإشادة فهو لا يجوز. أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس به. وأيضا الرسول قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فهذا لا بأس به إذا لم يكن من باب المدح. نعم.